هل شايفين الشاشة كده؟ Yes, we can. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. كل سنة طيبين. بكرة برمون الغطاس، وإن شاء الله الخميس عيد الغطاس، فبكرة بالليل طبعا بكرة في قداس الصبحية من 9 ل 11 ونص برمون، وبالليل هيكون ليلة العيد. كل سنة طيبين. وعيد الغطاس يومين، هو يوم الخميس ويوم الجمعة. فيوم الجمعة ما فيش صيام انقطاعي، في صيام عادي لكن ما فيش صيام انقطاعي. يوم الخميس بالليل في عشية لتاني يوم عيد الغطاس. نقرأ بس كده المزمور والإنجيل العشية صغيرين خالص. مزمور يقول لك إيه؟ كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، لذلك أذكرك من أرض الأردن. مزمور 42. وبعدين إنجيل من لوقا الإصحاح الثالث، ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، إذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمام، وكان صوته من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت، والمجد لله دائما أبديا آمين. كما اشتاق الأيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق إن نفسي إليك يا الله. ده مزمور جميل جدا ومناسب جدا للمناسبة دي. فالأيل دي إيه اللي بيحصل؟ الغزلان، يعني الأيل اللي هي الغزلان، زي ما قال القديس أغسطينوس، وانتم شايفين كده في القول بتاعه، إن هي بتحارب الحياة وبتحارب التعابين في البرية وبتقتلها، ولكن مع قتلها للتعابين والحياة في أجزاء من السم بيتعلق بالفم بتاعها، فبتحتاج لمية، تشرب مية كتير قوي عشان تتخلص من السم ده. ثانية واحدة. فالقديس اوغسطينوس قال ان احنا كلنا الايه دي، او الانسان المجاهد في حياته اللي بيكره الخطيه ولكن بيقع فيها احيانا، والشيطان بيحارب كل واحد فينا سواء بالفكر او بالفعل او بالقول او بجميع الحواس، كلنا من اول اليوم لحد اخره بيبقى فيه حروب كتيره جدا، في يعني قتال بيننا وبين الشيطان طول النهار. لكن يا بخت الانسان اللي بيغلب، او يا بخت الانسان اللي بيجاهد على الاقل، ان هو بيكره الحروب دي او بيكره التجارب دي وبيقول كل قوته. اثناء مقاومته لهذه الحياه بيبقى الاشتياق لربنا اكتر، غير انسان مستسلم للشيطان، مستسلم للخطيه، مستسلم للاغراءات اللي حواليه، مستسلم لكل حاجه بيقدمها العالم، فما عندوش اشتياق لربنا. فده الفرق بين انسان بيجاهد وفي انسان تاني كسول او مستسلم. الانسان اللي بيجاهد دايما يشتاق ان هو يقف وقفة الصلاة عشان ربنا يغسله من او يضمد الجروح بتاعته، او يبرد على قلبه ويعزيه تعزيات الروح القدس جواه من الحروب اللي ايه اللي خاضها طول النهار. لذلك أذكرك من أرض الأردن. فبيقول القديس جيروم، يقول لك إيه؟ إن كانت هموم العالم التي تتسلل إلى القلب تحضره إلى أرض الأردن، فإن هناك نترجى مراحم الله، حيث نلتقي بالسيد المسيح الذي أخلى ذاته ونزل إلى مياه الأردن ليهبنا السماء المفتوحة ويسمعنا صوت الآب المفرح ويهبنا عطية روحه القدوس. إحنا لما كل واحد عنده فينا، يعني الشيطان بيحاربه بحاجتين، اول حاجه الحروب، الخطايا، ويعني الزلات اللي بنقع فيها والاثام اللي بنقع فيها طول النهار، وتاني حاجه الهموم والقلق والانزعاج والخوف من المستقبل. دي حرب تانيه بيستخدمها الشيطان مع كل واحد فينا برضه. طب ايه الحل؟ نحن نتذكر المسيح الذي نزل إلى أرض الأردن
الى نهر الاردن، وايه اللي حصل؟ انفتحت السماء، انفتاح السماء. في طقس جميل جدا في الكنيسه، وارجو ان احنا كلنا يعني نفتكره في كل قداس. ابونا بيعمل طقس تعميد الحمل. يعني ايه؟ يعني اول ما بيختار الحمل، بيختار الحمل من الصينيه او من الاسف من الطبق الكبير، وبيدخل بيه جوه الهيكل. اول حاجه يعملها بعد ما يدخل الهيكل ان هو يعمد الحمل. فتره او لحظه تعميد الحمل دي هي اللحظه اللي بتنفتح فيها السماء، فبيقرأ فيها كل الطلبات اللي بتقدم اليه. يعني كل الطلبات اللي المفروض تقدمها قبل او لابونا، يعني قبل ما يدخل يعمد الحمل، لان اثناء تعميد الحمل ده بتنفتح السماء، زي بالظبط انفتحت السماء لما اعتمد المسيح له المجد. فده طقس الكنيسه، ان ابونا يقرا كل الطلبات، وهو عنده طلب طبعا، طلبات لنفسه وللناس اللي هم عارف ان هم في ضيقه او في تعب، بيذكرهم وهو بيعمد الحمل دون علشان السماء تكون مفتوحه. نيجي بقى الانجيل العشيه، يقول لك ايه؟ ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا. الواحد يسال دلوقتي، الشعب كله اعتمد ليه؟ لان هو اعتمد معموديه يوحنا، دي كانت لمغفره الخطايا او للتوبه، معموديه التوبه. طب الشعب كله اعتمد ان هم شعب خاطئ، كلهم خاطئين، حتى الناس اللي هم يعني في اعلى درجه في الهيكل وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الكهنوت، ما حدش بلا خطيه، كلهم الجميع زاغوا وفسدوا، اعوزهم مجد الله. يبقى كل الناس غلطانه، كل الناس خاطيه، وكلهم واقفين يعتمدوا. لكن لماذا اعتمد المسيح؟ اعتمد المسيح الحقيقه علشان حاجه مهمه جدا جاوبها، المسيح نفسه له المجد. خلي بالك ان الشعب كله اعتمد، وفي الاخر اعتمد يسوع. يعني هو وقف في اخر الطابور. ليه اخر الطابور؟ المسيح اتسال، او يعني يوحنا المعمدان قال له انا محتاج، يوحنا منعه قائلا انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي. فاجاب يسوع وقال اسمح الان. ليه بقى؟ ليه هعتمد؟ لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. حينئذ سمح له. ايه بقى كل بر؟ اول بر، يعني البر اللي احنا ما نجحناش ان احنا نكمله، او عجزنا على اكماله. ربنا جه عشان يكمل البر ده. اول بر احنا عجزنا عن اتمامه هو ايه؟ ايه تفتكروا؟ اول حاجه احنا عجزنا ان احنا نعملها، اول بر مفروض كنا نعمله ما عملناهوش، هو ايه؟ هو ان الانسان يعترف بالخطا بتاعه. ودي كانت اول حاجه وقع فيها ادم، وبعد كده وقع فيها حواء. ادم اتقال له، ربنا عايز يقول له اعترف بالخطيه بتاعتك، من اعلمك انك عريان؟ هل اكلت من الشجره التي اوصيتك الا تاكل منها؟ سؤال المفروض يجاوب عليه، يقول له وانا اسف، وسامحني، ايوه انا ضعفت واكلت من الشجر. لكن ادم جواب مختلف، قال له ايه؟ المراه التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجره فاكلت. ما قالش كلمه انا متاسف، ما قالش كلمه ارحمني وسامحني واغفر لي. فالمسيح له المجد جاء إلى نهر الأردن، وهو حامل خطايا العالم كله، جه عشان يكمل البر بتاع البشرية اللي عجزت عن إتمامه. إحنا كلنا ملوثين بالخطايا، وكلنا، أنت اسأل نفسك وأنا أسأل نفسي، لما نقع في خطية أول حاجة، أو نقع في غلطة أو نرتكب أي يعني مشكلة، أول حاجة نعملها إن إحنا ندافع عن نفسنا، أو نلتمس العذر، أو نقول فلان هو اللي كان السبب، أو الشيطان هو اللي ضحك عليا، زي ما حواء قالت برضو بعد كده، الحية أغرتني فأكلت، ما قالتش أنا آسف، لكن برضو حطت الغلط على الحية. نفس الحكاية عملها قايين، لما برضو ربنا قال له أين هابيل أخوك؟ فالمفروض يقول له أنا غلطت، ضعفت، اتعصبت، حقدت، غرت،
ونتيجة كده قتلته. لكن قال له لا، لا أعلم حارس أنا لأخي. فدي المشكلة بتاعت البشرية كلها، لحد آخر واحد هيقعد على الأرض، دايما نلتمس الأعذار لنفسنا دايما. فالمسيح لو المجد قال لك أنا بقى جاي وبلا خطية، لكن هحمل خطايا العالم كله، وهقف قدام كلكم في طابور الخطاة، الطابور قدامه كلهم ناس خطاة، أنا هقف في الطابور دون وهنزل لمياه الأردن علشان أعتمد بالنيابة عنك، أتوب بالنيابة عنك. لكن خلي بالك إن توبة المسيح بالنيابة عنك لا تفيد إذا أنت وأنا ما تبناش. فإحنا لما نتوب ربنا من الخطية، لأن هو تاب عننا. طب افرض واحد من دين آخر أو واحد لا يؤمن بالمسيح وتاب، هل توبته دي تغفر له الخطية؟ قال لك لا، ما تغفرلوش الخطية. ليه؟ لأن إحنا بنتوب في المسيح، المسيح تاب عننا لما جه واعتمد في نهر الأردن، فإحنا بنتوب في المسيح. إحنا كل عمل بنعمله، كل حاجة بنعملها بنعملها في المسيح، إحنا بنصوم في المسيح. طب في ناس تانية بتصوم يمكن صيامات أكتر مننا، إحنا بنصلي في المسيح. في ناس تانية كتيرة جدا بتصلي ويمكن يعني بتقعد بقى في لحظات يعني وحدة كبيرة جدا، لكن هم ما هماش مؤمنين بالمسيح، لا تحسب لهم شيء. فإحنا بنعمل كل حاجة في المسيح، إحنا بنصلي الصلاة بتاعتنا وإيه في المسيح يسوع ربنا. فإحنا كل حاجة بنعملها بالمسيح علشان يكون ليها الهدف، يكون ليها تحقيق الهدف بتاعها. فالكلمة اللي قالها أو الآية اللي قالها القديس يوحنا في رسالته الأولى يقول لك إيه، إن كنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. يبقى اعتمد يسوع لكي يكمل كل بر، البر اللي إحنا إيه فشلنا إن إحنا نعمله. إيه تاني البر دوم؟ أهو دين، زي ما قلنا، زي ما قال القديس أثناسيوس، قال إيه القديس يوحنا، قال لك إيه، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يعني اللي حامل خطيه العالم هيرفعها عننا كلنا. فالقديس اثناسيوس يقول لك ايه، فلما اغتسل الرب في الاردن بصفته انسانا كنا نحن المغتسلين فيه وبواسطته، ولما قبل الروح القدس كنا نحن الذين نقبله بواسطته. يبقى المسيح عمل كل حاجه في اثناء فتره تجسده على الارض لحسابنا مش لحسابه هو. هو لا المسيح له المجد، هو الله الكلم المتجسد الكامل في كل شيء ولا ينقصه شيء، وليس محتاج إلى تكميل أي شيء فيه، لأن هو مطلق الكمال، لكن إحنا اللي محتاجين. فهو عمل كل شيء من أجلك ومن أجلي، يكمل كل بر إحنا عجزنا عن إكماله. تاني حاجة أو تاني سبب لاعتماد المسيح له المجد، إنه إن تنفتح السماء. إيه اللي انفتحت السماء إمتى؟ إذ كان يصلي انفتحت السماء. انفتح السماء إمتى؟ لما كان بيصلي، عشان يوريك ويوريني إن أول مرة تتفتح السماء دي اتفتحت لما وقف المسيح وصلى، برضو بالنيابة عنك وبرضو بالنيابة عني. إن إحنا كل الصلاة بتاعتنا إذا ما كانتش جوه المسيح زي ما قلنا لا تقبل ولا تنفتح السماء. يبقى انت لما تقف تصلي انت ما تفتكرش انك انت، وانا ما افتكرش ان احنا يعني بنقدم حاجة لربنا، احنا مختفيين في المسيح واحنا حتى واقفين قدامه. وانت واقف قدام المسيح وبتصلي، اعتبر انك انت جوه المسيح، والمسيح هو اللي بيقويك، والمسيح هو اللي بيجيك بيديك ايه اللي تصلي من اجله، وبيعطيك الاستجابة جواك للصلاة اللي انت بتصليها. ودي لازم كلنا نختبرها، يعني لما في فترات الصلاة كده هو نقف قدام ربنا واعتبر ان السماء مفتوحة، زي ما اتفتحت في اثناء وجوده في نهر الاردن وهو بيصلي هتنفتح ايضا، تنفتح وانت بتصلي الصلاة الشخصية بتاعتك في البيت، وتنفتح ايضا وانت واقف في الكنيسة زي ما قلنا بنصلي وتنفتح السماء، وربنا بيسمع الصلاة بتاعتنا وبيسمع توبتنا او اعترافنا بخطايانا وبيقبلها، تتفتح السماء. إن كنت في غاية الشيب، يعني كنت عجوز جدا وأخطأت، فأدخل إلى الكنيسة واندم، لأن هذا المكان هو مستشفى وليس محكمة، وهو لا يطلب مجازاة على الخطايا بل يهب صفح الخطايا. ده الحاجة الجميلة اللي احنا
تفتكرها وتحطها في يعني قدامك واحنا بنصلي، ان السماء مفتوحه وربنا سامع الصلاه بتاعتك. اذا كنت بتصلي من اجل ان الخطايا بتاعتك تغفر، او الناس اللي حواليك، الناس انت بتحبهم وبيهموك ان ربنا يغفر لهم الخطايا بتاعتهم، دي اعتبر ان السماء مفتوحه وربنا بيستجيب للصلاه دي. طبعا الموقف ده حصل بعديها برضو، اتفتحت السماء. انفتحت السماء لما المسيح اتصلب على الصليب وقال قد اكمل، صرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح، كمل كل بر، حمل الخطايا بتاعتنا كلها وحطها على الصليب وايه مات، ولما مات اتدفع الدين. أو من أول خطية آدم لحد خطية آخر ناس هيكونوا موجودين على الأرض قبل مجيء التاني، كل الخطايا دي اتحطت على رأس المسيح وهو على الصليب ودفع الدين بتاعها لما مات. أول ما مات اتفتحت السماء وبقت في مصالحة بين الأرض وبين السماء، لك انشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل، مش قالكش من أسفل إلى فوق، قالك من فوق إلى أسفل، يعني السماء هي اللي فتحت الحجاب ده، ربنا هو اللي فتح الحجاب ده، محدش فينا يقدر يفتح السماء ولا حد فينا يقدر يعني بالتقوى بتاعته وبالخدمة بتاعته وبالبر بتاعه يقدر ان هو يفتح السماء. احنا كلنا في الموازين الى فوق. لما تقف قدام ربنا بهذا الاتيتيود وبهذه الروح، انك انت انسان خاطئ ومحتاج مراحم ربنا، تنفتح السماء. فكانت دي أول مرة تتفتح السماء فعلا، وكان في بقى المصالحة، تمت المصالحة بين السماء وبين الأرض. ثالث حاجة، يبقى احنا قلنا أول حاجة بيكمل البر اللي احنا ما عرفناش نعمله، إن هو وقف في طابور الخطاة كخاطئ، كحامل خطايا العالم كلها، هو مش خاطئ لكن يحمل خطايا العالم كلها. تاني حاجة إن هو كان يصلي فتنفتح السماء برضو من أجلك ومن أجلي، عشان يقول لك أنت لما تصلي برضو إيه هتنفتح السماء. وبعد كده ثالث حاجة، يهبنا الروح القدس. ده اللي حصل في العماد، نزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة. طبعا الحمامة دي شافوها الناس ورأوها، وكان ده الروح القدس بالهيئة دي. اتصورت إيه الروح القدس بيعمل إيه؟ الروح القدس منذ الخلق وهو ليه عمل جبار جدا، إلى كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلم وروح الله يرف على وجه المياه. طب روح الله ده بإيه العمل بتاعه؟ قال وراها على طول، وقال الله ليكن نور فكان النور. فده عمل الروح القدس، يحول الظلام اللي كان موجود في الكون، الكون ده كان كله مظلم ما فيش ظلام خالص والنور ما كانش موجود، لما روح القدس كان يرف على وجه المياه قال الله ليكن نور فكان نور. فاحنا بقى محتاجين كده، احنا الحاجه دي حصلت زمان، يعني احنا دلوقتي احنا نستفيد بيها ايه ديا؟ برضو بيحول الروح القدس الظلام الى نور، بدايه معانا، يعني بدايه من المعموديه. المعموديه دي بتعمل ايه؟ بتنقل الانسان من الظلام للنور. أبونا وهو بيعمل بيقدس أول، طبعا في المعمودية في حاجة اسمها تقديس مياه المعمودية، ده طقس في الأول كده أبونا بيعمله، بيصلي على مية المعمودية وبيحط في المعمودية دي عدة زيوت مختلفة في النوع بتاعها. آخر زيت بيحطه في آخر الصلاة بتاعت تقديس المعمودية هو زيت الميرون، اللي هو إيه؟ اللي هو بواسطته هيحل الروح القدس في المية دي. يعني بعد ما الإنسان، بعد ما أبونا يحط زيت الميرون، محدش يقدر يلمس المية غير أبونا والمعمد. فالروح القدس بقت المية دي مية بالروح القدس، مية وروح، ماء وروح. بيعمل إيه أبونا في آخر الصلاة بتاعته؟ يمسك الصليب كده هو وإيه؟ يبتدي يقول المزامير اللي هي بتتكلم عن إيه؟ عن الروح القدس والمية، صوت الرب على المياه، صوت الرب بجلال عظيم، الرب قد أرعد. واحد وابتدي ابونا بالصليب بتاعه يبتدي يحرك الميه بقوه جدا. ليه بقى؟ عشان يرجع بينا لسفر التكوين الاصحاح الاولاني،
في السلايد اللي فات دول، وكان روح الله يرف على وجه المياه. وبعد كده هيعمل ايه بقى؟ الروح القدس هيحول الظلام الى نور، ينزل الطفل الصغنطوط دول ينزل في المياه ويطلع منور، يطلع في نور. كان في ظلمه، كان مستعبد للشيطان، كان ابن للشيطان، كان في خطيه ادم، وكان مصيره الجحيم والظلام الابدي. اول ما ابونا حطه في الميه طلع وفي النور جواه. طبعا المعموديه دي معموديه مستمره، هي بتبقى مره واحده، لكن في معموديه تانية اللي هي معموديه التوبه برضو بالانسان دون انسان فينا، يعني لما الروح القدس اللي في المعموديه الاولى يبكته على خطيه يتوب ويبكي، والدموع دي تغسله وتنوره مره اخرى، تبدد الظلام اللي فيه. يبقى قلنا اول حاجه ان هو ايه؟ يكمل كل بر. تاني حاجه ايه؟ ان هو تنفتح السماء لما بيصلي. وتالت حاجه يهبنا الروح القدس. طبعا القديس جيروم برضو لاحظ ان حركه الروح القدس على هيئه حمامه على راس المسيح او على المسيح من فوق هي بالظبط نفس الحركه اللي عملتها حمامه نوح فوق فلك نوح. طبعا فلك نوح ده يرمز للمسيح، ان كل الناس اللي دخلت جوه الفلك خلصوا، والناس اللي بره الفلك هلكوا. كل الناس اللي داخلين جوه المسيح اللي اصبحوا اعضاء في جسد المسيح هيخلصوا، والناس اللي بره المسيح مهما كانوا ابرار او قديسين من وجهة نظر العالم، عندهم فضائل وعندهم حاجات، لكن بره المسيح كلهم هلكوا. طب ايه اللي عملته الحمامه دي؟ هي اعطت رساله سلام للناس اللي موجودين جوه الفلك، قالت لهم ان غضب ربنا خلاص ارتفع، وربنا مبسوط منك، وربنا مبسوط منك لما تتوب، ولما تصلي وتنفتح السماء قدامك ويكون لك علاقه مع ربنا. لما الروح القدس يشتغل جواك، الروح القدس ده بقى يبتدي ايه؟ ان هو يديك عربون المجد الابدي. يعني ايه؟ يعني يديك كده الاحساس انك انت خلاص ماشي في طريق السماء، ماشي. وده اللي عملته الحمام بتاعت نوح، جات لهم بغصن زيتون، قالت لهم خلاص ارتفع غضب ربنا، انتوا خلاص شويه وهتطلعوا بقى وتعيشوا بقى الحياه الجميله، الحياه الجديده بعد الطوفان. طارت حمامه الروح القدس نحو نوح بعد ان خرج الغراب الشيطان بعيدا، وصار كما لو كانت متجهه نحو المسيح في الارض. جاءت تحمل في منقارها غصنا يرمز للاصلاح والنور لتبشر العالم كله بالسلام. رابع حاجه واجمل حاجه بقى اللي هي ايه؟ كان صوت من السماء قائلا انت ابن الحبيب بك سرعت. ودي الحاجه احنا كلنا محتاجين ان احنا نسمعها. تاني، المسيح كل اللي عمله من اجلك ومن اجلي، يعني انت وانا احنا اخذنا فايده بالغطاس دوت. المسيح ما خدش الفايده دي، يعني هو المسيح مش محتاج الفايده، هو مش متعمد علشان هو عاوز حاجه، لكن متعمد علشانك عشان يكمل كل بر، علشان تنفتح السماء، عشان يعطيك الروح القدس، عشان ايضا تسمع صوت الاب. كان صوته من السماء قائلا انت ابن الحبيب بك سرر. المسيح اخذ برضه صوره النائب عن البشريه لما سمع الصوت ده، وقال له انت ابن الحبيب بك سررت، وقال لك انا هسمع الصوت ده عشان انت كمان تسمعه، وعشان انت كمان تسمعي، وعايزين كلنا نسمع الصوت ده، انت ابن الحبيب بك سررت. عايزين نسمع ان ربنا راضي عنك وراضي عني وراضي عنك، ودي حاجه تخلي الانسان عايش السماء على الارض. لما الانسان يحس ان ربنا راضي عليه، والانسان يحس ان هو ربنا مبسوط منه، وربنا معتبرك انك انت ابنه وبيحبك جدا وبيخاف عليك وبيرعاك وبيساعدك وبيوجهك في القرارات بتاعتك، الانسان تتغير حياته تماما. عكس كده الانسان اللي مش حاسس بالكلمه دي، يعني لو حط كده
في حط في فكرنا ان لو غابت العبارة دي عننا هنعيش حياة صعبة جدا. اي انسان لا يتمتع بهذه العبارة هو انسان عايش في ميزري، عايش في يعني ألم وسفرينج وتعب ويأس وخوف، وحاسس ان هو ملوش ظهر، حاسس ان هو ملوش ظهر. لكن الكلمة الجميلة اللي انا وانت عايزين نفتكرها دايما في عيد الغطاس، الكلمة دي وعد بقى. يعني كل اللي فات دون كان حاجات حلوة، لكن دي بقى الوعد الجميل جدا ان ممكن واحد يحطه قدامه في عيد الغطاس، يقول يا رب على الاقل اديني ان انا اسمع الكلمة دي منك، انت ابني الحبيب بك سررت. لا اعود اسميكم عبيدا، لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي. ربنا يعطينا بركه خاصه في عيد الغطاس، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبارك حياتكم. ان شاء الله بكره اللي يحب يحضر البرامون معانا من 9 ل 11 ونص، وطبعا العيد بالليل هيشرفنا نيافه الانبا ارشليديس، ادينا بركه في ليله العيد. وتاني يوم عيد الغطاس اللي هو يوم الجمعه هيكون برضو موافق تذكار الملاك ميخائيل، فهيكون في قداس من 5:30 ل 7:30. ربنا يبارك حياتكم، ربنا معك الدائم ابديا دائما. ربنا معكم. اوكي okay.